طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دلوقتي هنبدأ نراجع مع بعض على المحاضرة الرابعة. إحنا اتفقنا في الـ Image Enhancement اللي أنا كان عندي طرق يعني مختلفة، اللي هو سواء أنت هتعملها في الـ Spatial Domain، وده اللي إحنا كنا بدأنا جزء منه في المحاضرة الثالثة اللي هي اللي فاتت، واتكلمنا عن الـ Point Processing، تمام، اللي أنت بتتعامل مع بوينت واحدة بس. وكان تاني حاجة إحنا المفروض هنتكلم عنها هي الإيه؟ هي الـ Neighborhood Processing. يعني ايه نيبرهود بروسيسنج؟ مش احنا كنا اتفقنا ان البيكسل ليها او ممكن يبقى لها نيبرز، صح؟ اللي هو الفور نيبر، الايت نيبرز اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم قبل كده. فدلوقتي احنا ما عدناش هنتعامل مع البيكسل لوحدها، لا، احنا دلوقتي هنبدأ نتعامل مع مجموعة من الايه، من البيكسلز، تمام. يبقى خلي بالك بقى من الفرق كله هنا، ده برضو في السبيشال دومين، يبقى ده زي اللي فات، تمام، مفيش جديد. ولكن الفرق هنا ايه؟ الفرق اللي انا بدأت اكلمك على ان الترانسفورميشن اللي هو التي هنا مش هيحصل على بيكسل واحدة. يعني شوف كده، قارن ما بين ده وده، هنا الحاجة كانت هتحصل على بيكسل واحدة، ماشي، فين؟ اهو، ده كان هيحصل على بيكسل واحدة بس، اهو ده برضو بالأخص. اما انا هنا بدأت اقول لك ايه؟ لا، ده انا بدأت اكلمك على نيبرهود. يبقى انت دلوقتي لما بدأت تعمل تعديل، انت ما بتعملش تعديل على بيكسل واحدة، ده انت على مجموعة او البيكسل وجيرانها، البيكسل واللي حواليها، تمام. حلو، يبقى ال neighborhood of point x وال y can be defined by using a square or rectangle sub image area اسمها الماسك او الفلتر. يعني انا هقول لك حاجة دلوقتي، انت مش انت بتقول لي يا اياد اللي انت هتعمل فلترنج على مجموعة من القيم، صح؟ طيب حلو، يبقى لازم الفلتر اللي انت هتستخدمه، يبقى مثلا انت ده ايمج اهو، ماشي، وانت هتعمل فلترنج لمجموعة القيم دي اللي هي 1 2 3 4 5 6، اي حاجة، دي قيم الانتنسيتي، اي حاجة مش فارقة معايا. المهم يعني دي مجموعة من القيم، انت هتعمل فلتر، هي المفروض اللي هو يعدل على القيم دي كلها، صح ولا لا؟ تمام. هل المنطقي ان الفلتر ده هو يبقى حرف واحد بس، او قصدي يعني اللي هو رقم واحد زي كده مثلا؟ لا، ليه؟ اصل هو ده المفروض اللي هو انا هستخدم فلتر علشان اعدل على مجموعة من القيم، وبالتالي الفلتر اللي عندي هيبقى ايه؟ هيبقى اصلا عبارة عن هو نفسه مجموعة من الايه، مجموعة من البيكسلز، مش بيكسل واحدة. يعني قصدي ايه الكلام ده؟ هو ده قصدي، ان انا هيبقى عندي ايمج كبيرة، حلو، طيب، وبعدين هيبقى عندي حاجة اسمها الماسك، الماسك او الفلتر. الفلتر ده هو هيبقى تقدر تقول مصفوفة صغيرة، مصفوفة صغيرة زي دي مثلا، فيها مجموعة من القيم، هل فيها مجموعة من القيم، القيم دي هي اللي هتعدل على الايه، المصفوفة الأصلية اللي هي الايمج الأصلية. يبقى أنا عندي تو ايمجز، عندي الايمج الأصلية وعندي اللي هو الجزء الصغير اللي هي مصفوفة صغيرة، الايمج الصغيرة دي هي اللي هتعدل على الايه، على الايمج الكبيرة، تمام، ده بكل بساطة يعني. طيب بيقول لك بقى center of the sub image، إيه، مش هتفهم ان في عندي image صغيرة، صح؟ ده اللي هو اللي بنسميه الماسك او الفلتر، او اللي هي المصفوفة الصغيرة اللي هي هتعدل على قيم الايه، المصفوفة الكبيرة. بيقول لك center of the sub image is moved from pixel to pixel، يعني البيكسل اللي موجودة في السنتر، في بالنسبة للماسك هتبدأ تتحرك من اول، يعني بشوف كده من اول كده ايه، دي الايمج وده الماسك، ماشي، هتبدا نحط الماسك على الايه، على الايمج، وهنبدا نحركها جزء 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 وهكذا لغايه لما نغطي كل الايه، الاجزاء. وخلي بالك بقى هنا حاجه مهمه جدا جدا، ايه القيمه اللي بتتغير هنا؟ القيمه اللي بتتغير هي القيمه اللي في السنتر. يبقى انا اصلا هدفي هنا اللي انا بغير القيمه بتاعت السنتر اللي موجوده في الايمج، تمام، بناء على القيم اللي حواليها. وهو ده اللي خلى فيه موضوع اسمه النيبرينج، يعني هو ده فكرة النيبرهود اصلا، ان انا اقدر اقول لك ايه، اقدر اقول لك ان البيكسل دهيت مش تمام. يعني ايه مش تمام؟ وحشة، تمام، مسببة مشكلة. وبالتالي انا قررت اعمل ايه؟ قررت ان انا اجيب ماسك، الماسك ده هو ده عبارة عن ايه، حتة ماتريكس كده صغيرة، ماشي، اطبقها فوق الايمج اهو، ده اللي باللون الازرق، اطبقها فوق الايمج اهو، وديتها هنا، وبعدين اضرب مثلا قيمه الماسك اللي هو كوفيشنت في ده، وبعدين في ده، 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 اجيب المجموع بتاعهم كله واحطه في الايه، في
في المنتصف في اللي هو في السنتر يعني بالنسبة للاوتبوت ايمج. يعني شوف الاوتبوت ايمج دلوقتي بقت عاملة ازاي، 4.3. طيب حد هيقول لي اياد الخطوة الجاية هعمل ايه؟ هقول لك هتعمل ايه. انا عايز لون ازرق بعدين. مش ده كان اول خطوة صح؟ تاني خطوة ان الحاجة هتتغير تبقى مكانها هنا. ماشي، عايز اخليه اكتر شوية. سمع حد بيقول لي ايات مش فارقة؟ لا لا مش كده خالص. تمام، الايه الماسك هيتغير هيبقى مكانه الجديد هنا، والسنتر طبعا هيتغير بعد ما كان هنا هيبقى مكانه الجديد هنا. وبعدين هنكرر العملية تاني، 9 × 1 يعني في 4 زائد 1 × 9 في 1 زائد 1 × 9 في 2 زائد 1 × 9 في 2 برضو زائد 1 × 9 في 3 زائد، وهنكمل للآخر. والقيمة اللي هتبقى ناتجة هتتحط فين؟ هنا جنبها اللي هو برضو في مكان السنتر اللي هو هنا. يعني شوف دي كانت ايه جنبها، اللي هتبقى مكانها الجديد هنا. اي قيمة تطلع معاك وهتقعد تكمل الباقي كله. حتى يجي يقول لي اياد بس في حاجة يا اياد، نفترض دلوقتي ان انا عايز اعدي على القيمة دي اعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي مش اتفقنا ان الماسك المفروض اللي انا بطبقه، تمام، بطبقه على الايه، انا بطبقه على الصوره، وبعد ما بطبقه على الصوره اللي هو بحسب السنتر، تمام، والسنتر بتاع الصوره، وبعدين اقعد اضرب كل قيمه في كل قيمه واجمعهم وتبقى دي القيمه الجديده. طب نفترض يا اياد اللي انت عايز تجيب القيمه دي هتعملها ازاي؟ انت اصلا مش هيبقى عندك قيم فوق، هتعمل ايه؟ قال لك دي ليها حلول وهنبدا ان شاء الله نتناقش فيها، بس انا بس عايز اوصل لك الفكره الرئيسية ماشية ازاي علشان ايه الدنيا تبقى واضحة ان شاء الله. يبقى الفكرة كلها في اللينير فلترنج. هاي تاني عندي ماسك، الماسك دوت فيه مجموعة من القيم، هل طيب هبدأ اعديه على الاوريجينال ايمج. طيب السنتر بتاع الماسك والسنتر بتاع اللي هو المقابل القيمة ليه، المقابل ليه في الاوريجينال ايمج، تمام، هي دي هتبقى القيمة الناتجة. تمام، طب اجيب القيمه الناتجه دهيت منين؟ هجيبها عن طريق ان انا بضرب كل قيمه هنا كل قيمه هنا كل قيمه هنا في كل قيمه هنا وهكذا. ماشي، يبقى تاني اهو ده برضو شكل بيوضح اللينير فلترنج بيشتغل ازاي. بتحط الماسك على الصوره الاصليه، وبعدين السنتر بتاع الماسك هو دهيت القيمه الاوتبوت اللي هتبقى الناتجه. طب القيمه الاوتبوت دهيت اجيبها ازاي؟ هتجيبها عن طريق ان انت بتضرب ده في ده ده في ده ده في ده، وتجمع كل اللي انت ضربته هيقوم جايب لك قيمة هتحطها ايه هنا. طيب اياد طب وباقي القيم هنعمل فيها ايه؟ حرك الماسك. يبقى هنحرك الماسك كده خطوة، السنتر الجديد هيبقى هنا، يبقى هو كمان هنا، السنتر الجديد هيبقى كذا لغاية لما تكمل الايه الامج. حتى يقول لي اياد بس مش الامج كده هيبقى الناتج هيبقى اصغر من الـ من الـ من اللي هو مثلا الاوتبوت ايمج، هتبقى اصغر من الايه الانبوت ايمج، عشان زي ما احنا اتفقنا الحواف انا مش عارف اوصل لها. طيب دي نعمل لها ايه؟ انا هقول لك نعمل لها ايه، بسيطه خالص. اول اللي هو فكره الايه السوليوشن اللي هو زي ما احنا اتفقنا هنا، نفترض دلوقتي مش ده الماسك وانا عايز اغير القيمه دي، طب هعملها ازاي بقى؟ مش هو هنا اصلا ما فيش ايمج، ده اخر الايمج. فقال لك انت ممكن تعمل حاجه، انت ممكن تجنور الايدج، تمام، تجنور الحته دي ما تحسبهاش، اعملها كانها كده وتضرب ده اللي هو القيمه اللي موجوده دي في الماسك في القيمه المقابل ليها في الايمج، ودي كذا نفس الفكره برضو، القيمه اللي موجوده في الماسك في القيمه اللي موجوده في الايمج، تقعد تجمع كله على بعضه وتبقى هي دي الناتج، وسيبك خالص من الايدج. يبقى ده اول حل، تمام. وخلي بالك بيقول لك هنا في الحل دوت ان الاوتبوت ايمج هيبقى اصغر من الاوريجينال عشان انت تجاهلت جزء اصلا. ماشي، الحل الثاني اللي انت تعمل حاجه اسمها البادنج. ايه هي فكره يا ايه البادنج؟ البادنج اللي انت بتخلي كله بصفار، يعني كانك انت زودت كولوم هنا، تمام، وخليت كله ايه بصفار. على فكره انا هراجع تاني على الكلام دوت عشان عارف ان هو محتاج ايه يوضح اكتر، فمحدش يقلق يعني. طيب اللي بقت الطريقه التانيه زي ما اتفقنا اللي هي البادنج، ولكن خلي بالك هو هنا بيقول لك هي فين، وهنا طبعا بيقول لك ان هيبقى في حواف اهي may consider unwanted artifacts اللي هو هيبقى فيه edges. يعني اصلا خلي بالكم من حاجه، انا لما انا احط هنا القيمه هنا بصفر، قيمه هنا بصفر، قيمه هنا بصفر، الصفر دهوت هيجيب لي لون، يعني الصفر دهوت اصلا لونه ايه؟ اسود صح؟ طب الاسود دهوت لما انا اخلي فيه اسود في الايدجز يبقى الناتج اللي هيبقى موجود ايه؟ شوف في هنا حواف، دي هتبقى لونها اسود، تمام، اللي هو دارك يعني. فدهوت ممكن البادنج يسبب لك مشكله ان يبقى فيه الايدجز
وايدجز لونها اسود، يعني دي حاجه انت ممكن تكون مش عايزها، عشان لو لاحظت برضو ما بين الصوره دي وما بين الصوره دي في ايه، في شويه ايدجز. طيب يبقى ده اتفقنا تاثير اللينير فلترنج. شوف طبعا اللينير فلترنج خلي بالك احنا لسه ما تناقش يعني ما ناقشناش فكره تاثيره هيبقى ايه بالظبط، بس انا هقول لك حاجه، انت على حسب القيم اللي هتبقى موجوده عندك في الفلتر تمام هيوصلك لشكل معين يعني، ودي اللي احنا هنشوفه كمان شويه. احنا دلوقتي يعني في عندي مثلا حاجه انت ممكن تعمل سموثنج اللي هو بلورنج، يعني ممكن تعمل شاربنج. طب يا اياد ايه الفرق ما بين ده وده؟ فكره في بس القيم اللي هتكون موجوده، ولكن اللي انت لازم تعرفه ايه، لازم تعرف الاول وتفهم القصه ماشيه ازاي او طريقه اللينير فلترنج ازاي. انا عندي هرجع تاني، عندي ماسك، الماسك ده هو مصفوفه صغيره، المصفوفة الصغيرة ديت هبدأ أعديها على الأوريجينال إيمج وهعدل قيم الأوريجينال إيمج. طيب هعدل قيمتها إزاي؟ عن طريق اللي أنا دايما بجيب السنتر بتاع الماسك مع السنتر بتاع أو المقابل ليها في الإيمج، يبقى السنتر بتاع الماسك ده هوت ماشي، لما أنا أطبقها فوق الإيمج إيه اللي هيبقى مقابل ليها؟ اللي هي الاتنين. طيب هحسب الاتنين يا إياد إزاي؟ تضرب ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده وهكذا، تجمع كله مع بعضه هيطلع لك 4.3. شوف 4.3 المفروض تكون محطوطة فين وحطها هنا اهي 4.3. طب يا اياد القيمة اللي بعدها هتحرك الفريم اللي بقى تقل وهتحرك الويندو هتحرك الماسك وتشوف القيمة الجديدة، قيمة السنتر ساعتها الجديدة هتبقى التلاتة، تحسبها وتحطها هي كمان وهكذا، تقعد تحسب لغاية لما كل القيم اللي عندك ايه، كل القيم اللي عندك تخلص. اللي بعدها فكرة اللينير ايه، اللينير فلترنج. لو حد فاكر في الامبيدد سيستم، في الامبيدد سيستم احنا خدنا حاجة على فكرة مشابهة لما احنا كنا بنتعامل مع او كنا بنتكلم على البروسيسنج بتاع الايه الايمجز عموما، يعني انا بس بحاول اربط لك الدنيا ببعضها بس عادي مش هيعتمد عليها حاجه يعني، بس عايزك تفكر في الموضوع مش اكتر. والبروسيس دي اسمها الكونفليوجن، كونفليوجن ولا كونفليوجن، المهم كونفليوجن هي دي فكره اللي انت ايه، كل مره انت بتحرك القيمه او بتحرك مجموعه من القيم على الصوره الاصليه عشان تعدل على القيم وتعدل على القيمه دهيت تمام، باستخدام مين؟ باستخدام جيرانها اهو، ما انا استخدمت جيرانها. حد هيقول لي اياد انا ايه ده انا ماليش دعوه بجيرانها، هقول لك ازاي مالكش دعوه بجيرانها، ده كل الفكره اصلا اللي احنا بنستخدم جيرانها. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد بوينت لما انا اضرب واحد على تسعه في اتنين وبعدين زائد واحد على تسعه في اربعه واجمع كل القيم دي، انا استخدمت القيم اللي جنبي تمام عشان اعدل على القيمه دي، يعني انا استخدمت الاثنين والاربعه والواحد والتسعه والتلاته والسبعه والاثنين والتسعه، استخدمت كل القيم دي عشان اعدل على ايه دي. يبقى تقدر تمثلها مثلا ان هم كلهم مثلا شبعانين تمام، عندهم جار مش شبعان، هيعملوا ايه؟ هيتبرعوا له. طيب هيتبرعوا له ازاي؟ عن طريق ان في ماسك هيروح لهم تمام ويبدا يضرب كل المثال بتاعنا باظ، هيضرب كل قيمه في قيمه البكسل تمام، وبعدين يجمع قيم دهيت على بعض، القيمة الجديدة هتبقى الناتج الايه الجمع ده ماشي. يبقى الجزء ده واتفقنا ان هو هنعمل ايه في الايدجز، يعني زي ما احنا شفنا هنا هنعمل ايه في الايدجز دهيت، عشان اصلا انا ما عنديش هنا جزء من الايمج. قال لك انت عندك حلين، اول حاجه تجنور الايدج، سيبك من الايدج خالص اصلا، ولكن انا طبعا الايمج هتبقى اصغر. او اللي انت تجرب حاجه اللي هي البادنج، ولكن البادنج انت لما انت تزود مثلا صف جديد كله مليان اصفار، هو الاوتبوت ايمج هيبقى نفسها الاوريجينال، يعني الناتج هيبقى نفسها الاوريجينال، ولكن الفكره كلها انها هتبقى ايه، هتعمل ايدجز لونها اسود. ليه؟ علشان القيمه ده هي دي لونها او اللي هي قيمتها بكام، بصفر. طب ما هي تكون قيمتها بصفر يا جماعه، صفر دوت لون ايه، اسود، يبقى هي تعمل ايه، ايدجز لونها ايه، لونها اسود مش كده بس. طيب على حسب بقى انت دلوقتي خلاص فهمنا فكره اللينير فلترنج، عندي نوعين من اللينير فلترنج، ممكن استخدم سموثنج ممكن استخدم ايه الشاربنج تمام. ومش عايز اي حد اللي هو يبدا في الفيديو الجاي الا لما يكون فهم الجزء ده كويس، حتى لو هيراجع عليه اكتر من مره، حتى لو هتسمعه بالراحه، انا عارف ان انت تلاقيك اصلا مشغل صوت دلوقتي على 3 ولا 4، بس اهم حاجه ان الجزء ده هو جزء مهم، لازم تفهم طريقه الماسك اللي هو ازاي بيعدي على كل القيم، لازم تفهم ازاي القيمه ده هي بتتعدل عن طريق جيرانها، واللي احنا بنجمعهم في بنضرب كل قيمه ماسك في قيمه البكسل وبعدين بنجمعهم في الاخر، ولازم تفهم عملنا ايه مع الايدجز،
اللي هو مره احنا تجاهلناها، مره اللي احنا عملنا بادنج. وبعد ما خلصت فاهم الكلام ده ان شاء الله هنبدا بقى في الايه، في الجزء التاني.